على كلمة خطيبته دي. ليه؟ هي مش خطيبته؟ لا لسه. يعني هي هتبقى؟ يا ريت. ويا ريت ليه؟ علشان هما الاتنين غاليين عليا قوي. وهما ايه صلتهم ببعض؟ وانت بتسألي ليه؟ اصل احنا هنا كلنا بنحب الدكتور خالد ونحب نفرح له ونفرح بيه. اه ومن سمعك يا بنتي. وانت بقى عايز تفرح بيه ومعاها ولا مع اي واحدة تانية تسعده؟ ما هي دي اللي هتسعده. اشمعنى؟ انا عارف. المهم هو اللي يعرف. اه معاك حق. وهو بقى عارف؟ وهو يعني هيقول لي؟ وما يقولكش ليه؟ هو انت مش تبقى خاله؟ هو كل واحد بيقول لي خاله على خصوصياته. طب ما هو بيبان. طب انت شفت ايه؟ اللي انت شفتيه لما كانوا هنا مع بعض. انا شفتهم كانوا بيتكلموا مع بعض زي ما يكون في بينهم كلام خاص، مش كده؟ كده. طب وده بقى معناته ايه؟ مش عارف. يعني انت ما سألتوش؟ لا، لاني ما احبش اكون حشري واتدخل في اللي ماليش فيه. لا سيبيه يا زينب، انا هريح ساعتين وهقوم اكمل كل حاجه. ما اعرف اكمل شويه. لا طب جربوني المره دي بس، احنا مش مستعدين نخسر تجارب في الاكل يا ست زينب. طب بالعند فيك انا اللي هكمله بقى. اسمعي الكلام يا زينب. من فضلك يا بابا. ما تستعجليش، بكره قبل حياتي هتتجوز وانت اللي هتعملي لها الاكل ونشوف. انا مش عاوزه دوشه، من فضلكم انا قلت عاوزه انام ساعتين بس، انا راجعه من الشغل تعبانه. تعبانه من ايه يا حياتي يا بنت؟ لا ابدا يا بابا ما فيش، بس ما خدتش كفايتي من النوم، نمت متاخر امبارح وصحيت بدري عشان اعمل الشيفت بتاعي، ما صدقت انه خلص. ما انت نمتي عادي امبارح، ما نمتيش متاخره ولا حاجه. قلقت وما جاليش نوم الا متاخر يا ليمت. لازم كنت بتفكري في حاجه. كنت بتفكري في ايه يا ترى؟ لازم في العريس. سامع يا بابا؟ اللي ادب. ايه بنهزر؟ ما نهزرش. هزار سخيف. طيب بس خلاص خلاص، ممكن بقى تسكتوا وتسيبوا اختكوا تستريح شويه وتنام. مين بقى اللي جاي يخبط علينا دلوقتي؟ اكيد حد عاوز يشتري في حاجه. السلام عليكم. انت؟ لا، واحد شبهي. حد يجي لحد من غير ميعاد كده؟ وحد يقابل ضيفه كده؟ لا مؤاخذه يا سيد عبدون. لا مؤاخذتك معاك يا عمي. عمي؟ لا مؤاخذه. اصل انا اضطريت اجي في الميعاد عشان عايز اتكلم في حاجه مهمه، ما لحقتش مزمزيل الحياه في شغلها عشان اقول لها. خير؟ لا خير ان شاء الله. هنفضل نتكلم واحنا واقفين كده؟ طب بعد اذنك كده خمسه على ما نستعد لاستقبالك. فهمت. خد يا سيد وحيد، خد عني دول خمس اكياس. سلام وقت يا عمي. حد يقفل الباب كده؟ خدوا منك الحاجة وطرقوك يا حلو. طرقوك؟ ايه طرقوك دي؟ جاتك دهية في ملفظك. ما انت ما لحقتش تروح عشان ترجع. لا ما انا راجع تاني. ليه طيب؟ انت مالك خليك في حالك. ماشي ماشي، الحق عليا. بتشرب ايه؟ يا تسول. طب اطلب لي واحد. ايوه جاي. واحد ينسون هنا عشان ينسى. معاك واحد ينسون وصلاحه. الحب بهدلة خلاني اندلة. حد يقفل الزفت ده، ما بحبوش. يا خرابي. يا ابني افرج عني بقى، مش قادر اصلب طولي من التعب. يعني انت هتروح تنام دلوقتي يا عاطف؟ ايوه يا خالد، لاني عندي عمليات من الصبح بدري. يا اخي اقعد ندردش شويه وبعد كده بروح. هندردش نقول ايه يا خالد؟ ما احنا دردشنا وقلنا على المفيد. ما انا بصراحه بقى مش قادر اقعد وانا في الحاله دي لوحدي. وانا بقى مسلي الملك ان شاء الله. لا صاحبي، امال ايه فايده الصداقه بقى؟ انت كده بتحرجني. اوكي يا سيدي على الحب وسنين تتعشى معايا في الاول كمان بتغريني. تليك ما اكلتش حاجه من الصبح زي حالتي. اي أيوة والله يا خالد، ده انا كنت ناسي. شوف ادم. ادم يعني انت جاي دلوقتي عشان تقول لنا الكلام ده بس؟ وده شويه ده
يا سلام، وايه الجديد فيه؟ وانا يعني كنت شفت شقق قبل كده، ما هي اول مره. وبعدين؟ ولا قبلينه بس. قصدي يعني ايه النتيجه؟ هنخلص عن قريب ان شاء الله. لما تبقى تخلص. جينا للمفيد. انا اقول خلص وانت تقولي لما تبقى تخلص، يبقى كده مش هينفع. يعني ايه؟ يعني لازم تكوني معايا في كل خطوة. قلتلي بقى هو ده الغرض. حتى لو كان غلطان انا ان انا احب عروستي تبقى معايا في كل حتة. هنفضل نتكلم في الموضوع ده كل شوية ولا ايه؟ مش هي دي الاصول؟ مفروض العروسة تبقى مع عريسها، هما بيأسسوا هما بيجهزوا عشان تختار اللي على مزاجها. لما نبقى نجهز. احنا مش اتفقنا ان شقة العيال هتبقى هي الاساس وهنعمل فيها كل حاجة؟ ملكوش دعوة بشقة العيال. يعني ايه بقى؟ زي ما بقولك كده. ده كلام جديد بقى. لا مش جديد، وانا قلتهولك من الاول، وانا ما احبش اللت والعدن في الكلام. بابا. مفيش بابا، وانا قلتلك انت كمان. بس انا عاوزة شقة لاخواتي. خلاص عوزي، لكن انا مش هقبل. يا بابا. يا خلاص انتهى. انا عملت اللي عليا قدامكم اهو. يعني اشوف شقه لينا واصرف نظر عن شقه العيال؟ ما انا قلتلك انا كلمتي واحده. سوري ما اقدرش اطلبه. ليه؟ عشان لسه ما خدتش قرار في اللي المفروض يكون بيني وبينه. بس انا ما قلتلكيش انك تقطعي. المساله دي ما لهاش دخل باللي حضرتك قلتيه. يعني ايه؟ يعني القرار فيه ليا انا بعد اذن حضرتك. طبعا اكيد، وانا اللي قلتلك كده. على العموم انا كنت عايزه اساله على عم رزق واشوف الدكتور قال ايه على حالته. وبلاش انت تكلمي. اوكي. نمرته اهي في الموبايل، حضرتك ممكن تطلبيه. انت مستعجل ومش عايز تستنى لغايه ما هي تطلبك، وفي نفس الوقت كرامتك مش سامحه لك تطلبها. مش كرامتي يا عاطف، مش كرامتي. اوكي سميها زي ما تسميها. يبقى الحل انك تتقدم وتطلبها رسمي من مامتها، ساعتها كل شيء هيبان. مطلوبه رسمي ازاي قبل ما تتصل بيا؟ ايوه، وهو ده في رايي الحل المتاح دلوقتي. ايوه بس برضه. ما بسش يا اخي، ولا البديل انك تقعد تضغط على اعصابك كده وتستنى لغايه ما هي تطلبك. يا اخي اشمعنى هي قادره؟ ومين قالك بقى ان هي قادره؟ انا متاكد ان هي بتعاني زي ما انا بعاني بالظبط. يا عاطف هي. طب ايه مش هترد؟ هرد بس اسيطر على اعصابي الاول. يا سلام للدرجه دي؟ طب سلام سلام يا طبيب القلب. سلام. الو هند؟ لا يا دكتور خالد، انا ليلى مش هند. اهلا يا ليلى هانم. اهلا بيك. بس يا ترى انا بتكلم في وقت مناسب؟ طبعا كل وقت مناسب لحضرتك. متشكرة قوي. تحت امرك يا ليلى هانم. انا بس بسال على عم رزق واشوف اذا كان حد من الدكاتره شافه زي ما قلت لي. طبعا، وقالوا ان حالته مش محتاجه للاقامه في المستشفى طول الوقت، يعني في فترات الجلسات بس. وانت رايك ايه؟ طب احنا ممكن نناقش ده يا ليلى هانم لما نتقابل. هو احنا مش هنتقابل؟ طبعا. طب امتى؟ انا هعدي عليكم بكره ان شاء الله، ده لو كان وقتك يسمح. طبعا انا هكون في انتظار حضرتك في اي وقت. انا هتصل بيك قبل ما اجي. اهلا بحضرتك. متشكره قوي، تصبح على خير. ليلى هانم انا كنت. ايوه يا خالد. لا مفيش، تصبح على خير. وانت من اهله.
باختصار يعني ما عرفتيش تاخدي منه لا حق ولا باطل. هو راجل ما تفهميش اذا كان لئيم ولا بيتلائم ولا ايه. لو انت صادقه انت لا غشيمه. ليه يعني؟ لان ده راجل طيب قوي وسهل جدا انك تطويه وتعرفي منه كل اللي انت عاوزاه من غير ما يحس. بس مش بطريقتك دي. طريقه ايه دي؟ انك تدخلي عليه كده من غير مناسبه دغري زي القطر باسئله المفروض ان مالكيش فيها. امال كنت عايزاني اعمل ايه؟ تجرجري في الكلام واحده واحده من غير ما يبان عليك انك بتسالي او بتستقصي. بقول لك لئيم. ولا وعلى فكره كلامك ده يعتبر غلطه تانية. كلام ايه ده بقى؟ لما تتكلمي وحش كده عن اهل خالد هيكرهوكي والمفروض انك تكسبيهم وخالد نفسه مش هيقبل منك ده. اوه احنا فين واللي انت بتقولي عليه ده فين؟ ولا عشان ما تتعوديش. انا بقول لك انت واحنا لوحدينا برضو عشان لسانك ما ياخدش. حاضر هبقى اخد بالي من الكلام ده. المهم دلوقتي هتتصرفي على حسب اللي عرفتيه من عم رزق. اللي مش عاجبك ده ما انا ما عرفتش حاجه. امال احنا بنقول ايه من الصبح؟ لا انت عرفتي اهم حاجه. وايه هي بقى اهم حاجه؟ انهم لسه على البر. طب انا عارفه من الاول. عارفه ازاي؟ هما المرتبطين دول مش برضو بيبقوا لابسين دبل؟ لا الدبل دي ممكن تكون اخر حاجه. ممكن قبلها يكون في اتفاق قرايه فاتحه ومعنى كده انك اتاكدتي ان مفيش حاجه من دي. طب والنتيجه؟ تتحركي بقى وتكسبي وقت زي ما قلتلك. يعني صرحه عليكي نور. اسمعي كلامي، واحده بجمالك لو قالتها لاي شاب هترضي غروره وهيبقى من الصعب عليه انه يحرم نفسه منها او يستغنى عنها. فكرك؟ اعمليها بقى وهتشوفي. هتدعيلي. وهي ليلى القاضي رجعت فجأة كده؟ يا أخي تتصور. وإيه السبب يا ترى؟ أكيد زهقت من الغربة وبعدين بنتها كبرت وبعدين بقى السبب اللي سافرت علشانه ما بقاش موجود. افتكرت الحاسة بتاع الجوزة مش كده؟ والحزن عمره ما بيدوم. هي قعدت في الخارج قد إيه؟ كتير يمكن 20 سنة. وطبعا كانت بتشتغل هناك مش كده؟ طبعا. هي اللي قالت لك؟ هي اللي قالت لي. وبعدين من غير ما تقول انا عارفه ليلى كويس قوي ما تقدرش تقعد من غير شغل. ايوه بس هي بتقول انها خلاص يعني. هي تقول زي ما تقول انا عارفه ليلى ما تقدرش تقعد من غير ما تشتغل. طب انا لو عرضت عليها الشغل هل تقبل؟ اكيد وانا قلت لها الكلام ده. طب لما كانت هي بتشتغل بره هل كانت تشتغل يعني لحسابها ولا بتشتغل في مؤسسة ولا في جهة حكومية؟ لا أنا ما عنديش فكرة لكن يعني هيفرق معاك في إيه؟ لا تفرق كتير. في إيه؟ هقولك لو بتشتغل لحسابها وفي تخصصها يبقى أكيد عملت ثروة كبيرة قوي. يا حبيبي هي اوريدي عندها فلوس كتير قوي. أيوة بس الثروة الكبيرة هنا تفرق كتير عن الثروة اللي هناك لأن المفهوم مختلف تماما. انا معاك بس بقى اللي انا متاكده منه ان هي عندها ثروه كبيره قوي. طب وتعرفتي منين؟ يعني ده اللي انا فهمته من كلامها. هايل اكسلنت. تصحاب من زمان مش كده؟ طول عمرنا. يا ترى المده الطويله دي غيرت من العلاقه اللي بينكم؟ طبعا لا. اصل متهيألي الغربه والبعد يعني. لا ابدا يا عزت مش ليلى. ليلى لا يمكن تتغير وبالذات بقى من ناحيتي انا. انت متاكده؟ اوف كورس. فاين اكسلنت. ايه يا سي فهمي وشك ولا وش القمر؟ القمر اهو يا باشا. سيبك من الاونطه دي انت يعني ما تجيش الا لما ابعت لك. وانا اقدر يا باشا اجي كده مني لنفسي؟ وما تقدرش ليه؟ الهيبه يا باشا تمنعني. هيبه سعادتك وهيبه المكان ساعتك تبعت لي تلاقيني رهن الاشاره. طول عمرك لسانك حلو فاهم بيه وبديهتك حضره. ده بعض ما عندكم يا باشا. ما علينا انت عارف انا بعت لك ليه؟ ليه يا باشا؟ امرني ساعتك. الامر لله. انا بعت لك عشان انتخابات مجلس الشورى. بس انا يا باشا من غير ما تكمل انا عارف موقفك الشخصي من الترشيح. طيب الحمد لله رب العالمين. اصل صعب علي قوي يا باشا ان ارفض لسعادتك طلب. انا عارف يا فهمي بيه. طيب الكلام عدم المؤاخذه يعني هيكون على مين سعادتك؟ ما انا عاوز اسمع منك الاول. مع ملاحظه اختلاف مواصفات عضو مجلس الشورى عن عضو مجلس الشعب يمكن تكون الشعبيه هي الاساس في اختيار عضو مجلس الشعب.
لكن الخبرة هي الأساس في اختيار عضو مجلس الشورى. مفهوم يا باشا. طب قولي بقى، مين بقى في ذهنك باعتبارك حافظ المنطقة؟ والله ما خبيش على سعادتك، أنا ما فكرتش. لكن احنا فكرنا، وأنا اخترتك أنت بالذات، مش بس عشان تعرض ده على اللي احنا اخترناه، لأ، عشان كمان تساعده وتذلل له كل العقبات. واحنا تحت الأمر يا باشا. مين سعادتك؟ المهندسة ليلى القاضي. سلامة قلبك يا ست الكل، بس أنا عايز أعرف أنا عملت إيه ده كله؟ ما أنت عشان ما عملتش. يعني إيه؟ يعني لا اتكلمت ولا سألت فيا. طب بلاش يا سيدي عشان تطمن أنت عليا، عشان أطمن أنا عليك. أيوه صح، عندك حق، في دي أنا غلطان. أه طبعًا غلطان، والغلط راكبك من راسك لرجليك. حقك عليا وهاجي أبوس راسك وإيديكي كمان. بس أنا بقى مش عايزة كده، أنا يا دوب عايزة أطمن على أخبارك. ربنا يخليكي ليا يا ست الحبايب. طمني. كل حاجة تمام إن شاء الله. مش عايزة كلام عايم. حاضر. عايزة تعرفي إيه؟ قابلت هند؟ قابلتها. وحدكم؟ لوحدنا زي بس يا ماما. يا حزني؟ أمال إيه؟ الله، ما تنطق يا ابني، أنا هجر منك الكلام بالعافية. هو في حاجة مهمة وأنا ما قلتلكيش يا أم خالد. كده هو يعني هيكون في حاجة وأنا أقدر برضه أخبيها عليكي. إيه ما تعملهاش يا أخويا. إلا ست الحبايب، ما أقدرش. ولا عايزة كده برضه يا ابني. يا ابني يا حبيبي، انا بس كل اللي عايزاه اطمن عليك ومن بعيد لبعيد وخلاص. اطمني يا ام خالد. قولي ازاي رزق؟ يعني سعادتك وافقته؟ ما كنت هقول له ايه؟ قول له انها ما تنفعش. ما تنفعش ازاي يا شرقاوي وهي مهندسه وخبيره واهل البلد بيحبوها؟ لنفس الحاجات والاسباب اللي انت قلتها لها. لا 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 لا، الكلام ده ما يمشيش معاه. ليه؟ ده يقلل من المقام عنده. ازاي يعني؟ يعني مش معقول هقوله زي ما قلت لها ان الانتخابات ليها ناسها وسكاكها وان الاهالي في الدايره ما يعرفوهاش. يعني على الاقل هيقول لي امال انت هتعمل ايه؟ وده يا شرقاوي يصغر من المقام عنده. طب ورجوعك في كلامك معاه مش ده برضه هيقلل مقامك؟ ما تأخذنيش يعني في الكلام. يعني هم اختيارين أحلاهم مر. يعني آخر الكلام إيه؟ هتساعدها؟ يعني لو قبلت هي الترشيح. قبلت؟ طب ما هقابل. هم جات لسعادتك من الأساس ليه؟ لا لا، متهيألي لقيت كلامي معقول فصرفت نظر. حتى لو كان كده، بعد ما تحس إن الحكومة جنبها والأهالي وسعادتك هتصرف نظر؟ دي تبقى مجنونة. معاك حق. طب هتعمل ايه دلوقتي؟ اوه يا شرقاوي، ما انا ما قداميش اختيار تاني بعد ما كلفني السيد المحافظ بنفسه. يعني بعد ما بعدت عنينا برضاها وسعادتك وقفت في حكاية بنتها مع الدكتور خالد، نوم احنا نروح لحد عندها ونجيبها بايدينا؟ وانا قلت لك يا شرقاوي، النظار زي قدر الواحد بيروح له برجليه حتى لو كان فيها هلاكه. احنا دلوقتي لوحدينا، فمن فضلك اقنعني. اقنعك بايه؟ ليه عاوز تحرم اخواتي من فرصه زي دي؟ انت عارفه ليه يا بابا؟ ده انا اللي بقدم لهم الشقه دي، مش حد تاني. لا مش انت. ليه؟ مش انا لما هتجوز وفلوسه هتبقى فلوسي؟ فلوسك مش فلوس اخواتك وعيلتك. ما هو انا كمان ما اقدرش اعيش بشكل انا متصوره واسيب اخواتي عايشين هنا بالشكل ده. يا حياتي يا بنتي، كل واحد وله ظروف. أنا عايز أعلم الولاد إن مش مهم إن الإنسان يحقق اللي هو عايزه، الأهم إنه يحققه إزاي. لازم يسألوا نفسهم الأول عن الوسيلة قبل الهدف. وكلها كم سنة وحيبقوا زيك وحياخدوا قرارهم في حياتهم بنفسهم، وانا مش هتدخل الا بالنصيحة بس زي ما عملت معاكي. هند يا هند،
يا ترى راحت فين؟ هند. صباح الخير. صباح النور. ممكن اشوفك؟ اه طبعا تحت امرك. امتى؟ دلوقتي لو ما كانش عندك شغل. لا 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 ما عنديش اي حاجة. تحبي فين؟ حاضر. اوكي. باي. نرجس صباح الخير. صباح الخير. ها خالي رزق اخباره ايه؟ زي الفل الحمد لله. طب الحمد لله. البركه فيكي بقى نرجس. البركه في ربنا ونعم بالله. في ايه يا نرجس؟ في موضوع عايز اكلم حضرتك فيه. اوكي قولي. في ايه يا نرجس؟ لا كده ما ينفعش. امال ينفع ازاي يعني؟ حضرتك تقعد وتسمعني بعد اذنك. ده موضوع محتاج قاعده بقى. ايوه ده باين الموضوع بجد. طبعا. طيب بقى ممكن تستنيني لحد ما ارجع؟ لا بعد اذنك. انا مش هتاخر لو سمحت. اصلا انا في الحقيقه عندي ميعاد. ما هو يمكن عشان كده ده وقته. ايه يعني ايه؟ حضرتك مش رايح تقابل الانسه هند؟ انت ايش عرفك؟ سمعتك في ردك على التليفون. مش هي اللي كانت بتتكلم؟ وانت تعرفي هند منين اساسا؟ هي بالذات لازم اعرفها. يعني ايه؟ نرجس في ايه؟ اهلا. اهلا. صباح الخير. صباح الخير. جيتي في وقتك. لما انا شايفاكي لابسه ونازله اهو. لا معلش كنت رايحه مشوار لعم رزق اروح له بعدين. تعال نقعد شويه نتكلم وبعدين انزل. بس مش اكيد مش هعطلك. ده انا حتى عاوزاكي زي اللي قلبي حاسس. تشربي ايه؟ اي حاجه بس هعملها معاكي. زي زمان. ها كانه امبارح. تعال ايوه كان لازم اصرحك بيها دلوقتي وما اشيلهاش جوايا وافضل اقول لنفسي زي ما كنت بقولها هيجي اليوم اللي يحس بيها ويشوفها جوه عينيا لو هو بص فيهم دقيقه واحده بس. لان الحب الحقيقي بيبان منهم وما بيستخباش مهما حاولنا ننكره او نداريه. انا ما انكرش ان انا كنت ملهوفه اني اقولك، لكن اللي كان مصبرني اني كنت قريبه منك بشوفك كل يوم ودي حاجه مش بسيطه عندي. لكن لما شفتكم مع بعض مش قادره اوصف لك حسيت بايه. حسيت اني اغلى حاجه في حياتي واللي مديها طعم ومعنى هتتاخد مني ولو ضاعت هبقى انا المسؤوله قدام نفسي لاني داريت مشاعري وخبيتها عنك ومش هسامح نفسي ابدا. عشان كده خدت قراري باني اقولك. انا عارفه انك هتتفاجئ وتستغرب من الكلام اللي انا قلته، لكن الا انك تظن بيا ظن مش كويس. ايوه انا بقولك كده عشان عارفه ان الناس ما بتقبلش ان البنت هي اللي تكون الباديه، انها تعترف بحبها قبل ما هو يقوله. لكن الناس برضو بتقول ان الحب ما فيهوش كرامه وانت عندي غير الناس كلها. نرجس. لا مش عايز اسمعك بتقول اي حاجة. مش هقدر استحمل حتى لو كنت هتقول كلمة ترفعني لسابع السماء. انا قلتلك اللي قلتهولك ده عشان تعرف مش اكتر وعشان ابقى اديت لحبي فرصته وما يجيش اليوم
اللي ندم فيه لو لا قدر الله. عن اذنك. هو الدكتور خالد جه؟ اتكلمت معاه؟ قلتي له ايه؟ طب بتعيطي ليه؟ قالك ايه؟ ولا حاجة. يعني ايه ولا حاجة؟ سمعني وهو ساكت، ولما جه يتكلم سبته وخرجت. جاتك نيلة خضتيني، انا قلت الراجل هزقك. لا بالعكس بالعكس. طب سبتيه ليه؟ ما قدرتش اسمعه بيقول حاجة. ليه؟ ده انت عملتي الاصعب، بقى تعملي الاصعب ومتداريش على الاسهل؟ بقولك ما قدرتش. حسيت ان انا كده بشحت منه الحب. بس بلاش عبا، تشحتي منه ده ايه؟ اوعي تفكري في كده تاني. مش هي دي الحقيقه؟ لا مش هي دي الحقيقه ولا حاجه. وبعدين انت مساليه بنفسك ليه؟ انت خريجه جامعه زيك زيه. ايوه فعلا احنا خريجات جامعه، بس هو معاه دكتوراه من بره. وفريدي وشوفي كمان يبقى ابن مين. ابن مين يعني؟ انا عارفه بقى. لا بقى يا ست هانم، هي ما تتحسبش كده. طالما يعني في بينكم اللي ما يتسمى ده، مش ما يبقى فيه ونتاكد. ما هو من خيبتك لو كنت استنيتي وقعدتي وخدتي وديتي معاه في الكلام كنت عرفتي وتاكدتي. لكن ما يهمش، نقدر برضو نعرف بالنباهة كده. ازاي هو شكله كان عامل ازاي وانت بتقولي هالو؟ انا عارفه بقى، انا ما قدرتش ابص في وشه كمان. خيبت ايه دي؟ عارفه اللي حصل ده مع كل البلاوي اللي عملتيها مش وحش. كفايه انه كسر الحاجز اللي بينكم وعارف حقيقه مشاعرك، ودي بقى اهم حاجه. اللي بعد كده مقدور عليه. ازاي؟ هتعرفيه اول ما تشوفيه ومن غير ما ينطق كمان. انت عارفه هي دي الحاجه اللي مخوفاني فعلا. انا مش عارفه بعد كده ازاي هقدر اواجهه وابص في وشه. ساعتها بيحط على وشك منخل كده. في الحقيقه انا مش عارفه هل انا بتدخل في حياتها اكتر من اللازم، ولا بتدخل في حدود دوري ومسؤوليتي كأم. انا اصلي ما عشتش تجربه الاختيار ده قبل كده، ما شفتهاش وهي بتمر بتجربه حب عشان اقدر احدد حجم دوري ومساحته ايه. بس انا متاكده منه ان انا اتسرعت لما خدت موقف منها، والموقف ده سبب لها حيره كبيره. كان لازم اهدى وافكر كويس، وقبل ده كان لازم الاقي الاجابه. ليه انا رافضه؟ ليه رافضه الدكتور خالد مع انه مقتنعه ومتاكده انه شاب ممتاز وناجح بكل المقاييس؟ انا ما بقتش عارفه ايه الموقف المتناقض ده. ما بقتش عارفه هل ده الانطباعي عن والده؟ طب واساس الانطباع ده ايه؟ هل لانه حسيت في لحظه انه مس كبريائي عشان رفض ان انا اترشح، ولا لاني حاسه في حاجز بيني وبين الراجل ده؟ ومع ذلك هم ذنبهم ايه في كل اللي بيحصل ده؟ عارفة أنا مش عايزة أبقى أنانية، مش عايزة أنانيتي دي تحرم بنتي من حبها، وخايفة في نفس الوقت إنها في لحظة تاخد قرار ضد رغبتي. شكلي هيبقى إيه؟ موقفي قدامهم في المستقبل هيبقى إيه؟ مش عارفة. يا خبر يا ليلى، كل ده فكرتي فيه؟ ما يستاهلش طبعا، ما يستاهلش حقيقي، ما يستاهلش. انت بتقولي ايه؟ كلمي ازاي؟ انت مش قلتي ان القرار قرارها؟ مش انت قلتي كده؟ ايوه بس هي عارفه رايي كويس. اديكي قلتيها راي، ومش ضروري ابدا انها تلتزم بالراي ده. ليلى حبيبتي، انت طول عمرك كان عندك مشكلتين ومش قادره تتخلصي منهم ابدا. اولا انك بتفكري اكتر من اللازم، والحياه ابسط من كده بكتير قوي. ثانيا احساسك بنفسك واعتزازك بشخصيتك، وده مش وحش، لكن هي عندك زايده شويه، ويمكن هو ده اللي عمل المصادمه بينك وبين والد خالد. مش بعد ما قابلتيه، لا من قبل كده لما طلبوا منك انك تستاذنيه. ما اعتقدش ان دي كان فيها حاجه. مش يمكن الراجل لما كان عايز ينصحك كانت نصيحته دي صادقة؟ أو يمكن بقى هو زيك حاسس بنفسه قوي، ومن هنا حصلت المصادمة.
ليلى حبيبتي، سيبي هند تختار حياتها وتتحمل مسؤولية اختيارها، وخليها تسعد بحبها، وفهميها ان الرأي اللي انت قلتيه ده مجرد وجهة نظر ومش ضروري تبقى صح، وريحيها وريحي نفسك، الحياة أبسط من كده بكتير، وصدقيني يا ليلى الحياة في مصر هنا مش مستحملة. والله كويس انك حسيت بيا. تعرف يا دكتور خالد انا واقف هنا بقالي قد ايه وانت في دنيا تانية مش حاسس بيا؟ للدرجه دي؟ لا خالد كده غلط، لازم تحط حد للموضوع ده يا خالد، لانه مش بس ممكن ياثر على شغلك، لا ده عليك انت شخصيا. الموضوع مش زي ما انت متخيل يا عاطف. يا سلام، في مفاجاه كبيره قوي حصلت دلوقتي. مفاجاه ايه؟ مش هتصدق. لا هصدق بس قول. نرجس. نرجس مين؟ النيرس بتاعتنا دي؟ بالظبط. مالها؟ كانت عندي من شويه وقالت لي كلام غريب قوي. كلام ايه؟ استنى بس عليا يا عاطف ما اتملك نفسي الاول. للدرجه دي؟ انا هقول لك وانت احكم بنفسك. كمال كويس انك جيت. صباح الخير الاول. صباح النور. تعرف اول حاجه كنت عاملها ايه؟ ابعت لك عشان عايز اتكلم معاك، لازم في اخبار مهمه جدا. يا ترى اخبار كويسه؟ يعني اي ثينك سو، افتكر كده يعني. يعني ايه تفتكر؟ يعني الشواهد المبدئيه بتقول كده. ازاي؟ مش فاهم. شوف بقى ازاي دي مش هقولها دلوقتي، يعني في نقطه معينه كده هتاكد منها وده هيكون في خلال يوم او اتنين. وإذا ما ينفعش دلوقتي؟ لا ما أنا لازم كلامي يكون على أساس. يعني أنت كنت ناوي تبعت لي عشان تقول لي كده وبس؟ هو ده شوية؟ في الوقت نفسه عشان تبقى ستاند باي، لأن عارف مشغولياتك. ستاند باي لإيه؟ عندك رحلة كبيرة، سفاري أفريقيا. آه ده الزهر حكاية دخلت جد بقى. ما ده الزهر بس ما تقطعش الله يخليك، كمان عارفك. أيوه بس مش غريبة؟ إيه الغريب؟ مستر أبوجي اتصل بيا إمبارح وكان بيسأل عن الأخبار. لهجته كده كانت بتدل على انه متضايق، انا طمنته وقلت له يمكن نتصل بيه خلال الاسبوع ده. ده اللي هيحصل بالظبط. مش بقول لك غريبه؟ تفسر التوافق ده بايه؟ فسره باي حاجه الا انك تقول له قلب المؤمن دليله. ما هو برضه ما ينفعش يا ست بنات، انت لازم تيجي تشوفي شقتك بنفسك، تشوفيها ضيقه برحه عجباكي مش عجباكي، مش انت اللي هتنوريها ولا ايه؟ وبعدين انا بسمع كلام السيد الوالد لما قال ما تخرجوش مع بعض ولا تروحوا ولا تيجوا، وسمعت كلامه حتى لما كلمني في موضوع الشقه، انا صرفت النظر عن شقه اخواتك. ما هو انت واضح في الموضوع ده بالذات، ما صدقت. لا 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 انا مستعد اجيب شقه تانية وانت تيجي تختاريها بنفسك. ما علينا، مش وقت كلام في الموضوع ده لان انت برضو مش هتقدر تهرب منه. يعني قلت لك مش وقته. وانا تحت امرك، بس انا غرضي برضو تيجي تشوف الشقه، مش معنى كده ان احنا نبقى مختلفين مع الوالد في حاجه. يعني هو احنا مش نعتبر متفقين ومرتبطين ولا ايه؟ وهو بابا لما قال الكلام ده مش كان عارف ان احنا متفقين ومرتبطين؟ خلاص على العموم انت حره، انا الشقه عجباني وهاخدها، وما تجيش بقى بعد كده تطلعي فيها القطط الفطسه وتقولي كاني وماني. ده هيدفع فيها الشيء الفلاني. انت من اولها هتعيرني؟ اعوذ بالله ما تقوليش كده، ده انت لو قلت ان في مسمار فيها مش عاجبك اشتري لك شقه غيرها وابقى انا الكسبان. طب ليه؟ ما احنا نروح نشوفها من دلوقتي واحنا على البر وفلوسنا في جيبنا.
احنا هنروح لوحدنا؟ لا، هنجيب عسكري من الاسم اللي جنبينا يجي معانا. انت هتتريق. يعني اقول لك ايه بس يا ست البنات، هو انا يعني هخطفك؟ لو ان بيني وبينك انت تستاهلي الخطف. بايخه مش كده؟ طب اقول لك ايه، ممكن لو سمحتي استناكي هنا لغايه ما تخلصي شغلك، نروح نشوف الشقه. استنى. يا شامل الستر يا رب.